مع بداية الدراسة طفلك لازم يكون مركز ومفيش حاجة مأثرة عليه، عشان كده استخدمي بيبي نظيف لطفلك كل يوم قبل المدرسة عشان يتنفس بشكل طبيعي. اغسلي ايدك قبل الاستخدام، اتأكدي ان الراس مستقيمة وتكون العبوة مش مايلة، حطي بخاخ بيبي نظيف داخل الانف وقومي بعمل بخة واحدة في كل فتحة انف. امسحي الانف بعد الاستخدام بالمنديل. رشة واحدة من بيبي نظيف هتريح طفلك، لأنه الوحيد عالي الملوحة من مية البحر الطبيعية. وبكده هتضمني لطفلك الاستمتاع بيومه. وقت الشرح هيكون مركز، هيستمتع بطعم الأكل وريحته، ونفسه هيكون مرتاح وقت اللعب. وتقدري كمان تستخدميه قبل النوم. بيبي نظيف بخاخ إيطالي عالي الجودة، آمن لمرضى الضغط والسكر، الوحيد عالي الملوحة من مية البحر الطبيعية بنسبة 2.2%، يصلح لجميع الأعمار، آمن تماماً للأطفال من عمر يوم، آمن للحوامل، خالي من المواد الحافظة والكورتيزون، وبدون أعراض جانبية. بيبي نظيف للكبار وللأطفال. مع بيبي نظيف الإيطالي جاهزين للمدرسة.